آل لها ثلاث معاني في اللغة التركية. المعنى الأول اللون الأحمر، المعنى الثاني الفعل خذ، المعنى الثالث الفعل اشتري. أرنك مثال على المعنى الأول وهو اللون الأحمر. آل بايرامز دالغالانيور. آل بايرامز دالغالانيور يلوح علمنا الأحمر وهو العلم التركي. يوجد كلمة أخرى للون الأحمر وهي كرمزي. كرمزي يعني أحمر. أرنك مثال على المعنى الثاني خذ من ألماك، الأخذ أو الشراء. شو كلامي أل، شو كلامي أل، خذ هذا القلم. عكس كلمة خذ ذير أعطي. أل خذ ذير أعطي، أو ألماك الأخذ ذيرمك الإعطاء. أرنك مثال على المعنى الثالث وهو الفعل اشتري. إكيتانا إكميك أل، إكيتانا إكميك أل، اشتري قطعتين من الخبز. عكس الشراء هو ساتماك البيع، ساتماك ألماك ساتماك، الشراء ألماك ساتماك البيع.